الفنان يا جماعة لو لم البنطلون الجاكيتة ضربت. علق الفنان والمطرب هاني شاكر نقيب المهنة الموسيقية على إطلالة مطرب الراب وجز خلال حفله في الرياض بالمملكة العربية السعودية والتي أثارت جدل واسع بين الجمهور. وكتب الفنان هاني شاكر عبر حسابه بتويتر منتقدا الإطلالة وقال: بعد أن سألت أكثر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة وهذا اللوك الغريب، رأيي الشخصي إن فالنتينو خسر كتير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت. وقد أثار مطرب الراب ويجز حالة واسعة من الجدل بين الجمهور بعد ظهوره بإطلالة غريبة في حفله الأخير الذي أقامه في الرياض بمشاركة كل من عفروتو ومروان بابلو. وتعرض ويجز لانتقادات لازعة إذ ظهر بإطلالة مرتديا شورت بنفسجي وقميصا ذهبيا لون بلياقة طويلة أكثر من اللازم مع بليزر أخضر كبير، وهو ما شبهه الكثيرون ببذلة النجم الراحل سمير غانم التي كان يرتديها في شخصية فطوطة. وقد شهد حفل ويجز حضور جماهيري كبير، وتفاعل الجمهور السعودي مع الأغاني التي قدمها مطرب الراب، حيث قدم باقة من أعماله الغنائية الحديثة والجديدة والتي جعلت الكثير من الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير. وامتلأ المكان بالصفار والهتافات، وقدم للجمهور أغانيه الشهيرة واللي كان بيردد معه كلمات الأغاني. ومن ناحية أخرى فكانت أغنية اليخت هي آخر أغاني ويجز والتي حققت نجاحا كبيرا متصدرة محركات البحث على جوجل بعد فترة قصيرة من طرحها، وربط البعض بين الأغنية وبين هدى المفتي وظن البعض أنها هي المقصودة بكلمات الأغنية. في